السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى كاملين تكونوا بخير الاخوان. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم الخوت في السلسله هذه ديال يوميات بلوبو. اليوم ان شاء الله عاوتاني فيديو جديد غنبارطاجي معكم الفلوس فين كنحطوها، الفلوس اللي كناخذوا مع الخيان. قبل ما نمشيو بعدا نحطوا الفلوس، نمشيو نضربوا واحد جوج ديال لي كوموند ان شاء الله ونبارطاجي معكم الاجواء. يلا خليكم معايا الدراري. خوت احنا دابا في ماكدونالدز، ها هي الوحده بيلا، ها هي بادي مع الوحده الاخوان. اشتو هاد لا كوموند هي تاع 10 درهم، كوموند ماجيك، عاوتاني كوموند ماجيك ديال ماكدونالدز. شوفو الله حفظك خويا، الله حفظك. انزل دابا ها هي لا كوموند الاخوان، ندخلو دابا نلونسيوها. نو فرجة دينا لا كوموند ديالنا، ندوزو هذا جي غير كيبيغ لا كوموند، نصورو لا كوموند ديالنا. هيا الثمن شحال فيها؟ فيها 80 درهم، نديرو 80 درهم. هيا 80 درهم، هادي حيت ماجيك كيعطيوك تدخل الثمن، الاخرين ما كيعطيوكش تدخل الثمن، الاخرين كتدخل الثمن اوتوماتيك، حيت هادي ماجيك بوحدة بحال قلتي غير سخرايك. لا حط شي ديالنا هنا، ها هما عطاونا ما قالولنا واش تسنيتي ولا والو، ديريكت شاحت ماجيك هاد. نشوفو فين عندنا لا كوموند، نشوفو فين فين عندنا الفوق، عندنا حدا يعني الفوق ديال شارع القدس، الفوق حي حي الشريفة. مشاو توكلو على الله الإخوة، يلا خليكم معانا. من بعد ما درنا لا كوموند ديالنا في لابوكس، احنا دابا غادي عند الكليان، توكلوا على الله حتى تما ان شاء الله ونبارطاجي معكم الاخوان. الخوت اي واحد كيتفرج بغيتو يتفاعل معايا الاخوان، اي واحد تفرج يخلي لنا الاعجاب ديالو. الا ما عجبك الفيديو خويا قلنا ما عجبانيش. اللي بغيت نقول لكم الاخوان، بغينا هذا الفيديو هذا يوصل ل 1000 لايك الاخوان، بالسبورت ديالكم ان شاء الله غادي نكملوا في هذه السلسله هذه. وتحياتي للجميع. وصلنا دابا لوكاليزاسيون، ها هي نقطة خضراء، غنديرو جو سوي اغيفي. كليان مخلص بلا برا كارت، هادي هي الريزيدونس، مشينا نتوكلو على الله. خليكم معانا. خوت ميسيو تقدات، دابا ها هي جاتنا واحد لا كوموند اخرى عاوتاني، فيها 9 درهم. شوفو فين، شوفو فين، في كازا كروت كاليفورنيا، ها هو قرب لينا الدراري ماشي بزاف، ها هو بينو وبينو غير زنقة. يلا خليكم تنوصلو تما راسو، ها هي كازا كروت، نمشيو ندخلو نلونسيو لا كوموند. الخوت احنا دابا راه كنتسناو لا كوموند ديالنا، لونسيناها، نتسناو واحد 5 دقائق قال لينا وناخذوا لا كوموند ونمشيو عند الكليان. خليكم معنا الاخوان. صوروا دابا التيكي، شوف خوت هاد ليطاب تسنينا تقريبا واحد 5 دقائق. شوفو الكليان فين عندنا، الكليان واقيلا كاين في بوسكورة الإخوان، طريق بوسكورة،
شنو توكلوا على الله الاخوان، نبارطاجي معكم داك الجونيت تما زوين. تراقبوا الكره هي كتشوفوا معايا في ستاسيون بيترومين الجديده اللي دايروا بالضبط في شارع الفيلالي الهاشمي الفيلالي. دابا ان شاء الله نمشيو لواحد المنطقه فيها الجوندار. يلا خليكم معنا الاخوان. هاي كيف كتشوفوا معايا البلاكات الدراري طريق بوسكوره صراحه شي زوين. انا كتخرج بحال مسافر كتجيني شي كوموند هنايا والله الاخوان الا بحال مسافر وحق الله كتحس براسك بحال في شي باديه. والله الجو طبيعي الجو زوين هنايا في بوسكوره. سعدات الناس اللي ساكنين فيها تحياتي لكم الا كان شي واحد كيتفرج فينا تحياتي لك اخويا. ايوا هادشي اللي كاين. غايا الطريق هادي خايبه شويه. كان واحد الصديق ديالي عبد السلام تعرض للسرقه هنايا. كانوا غادي يديو ليه موطور بدا داو ليه التليفون وضربوه بالجنويه وحمد الله بعدا ما مشاش ليه موطور. وماشي شي دراهم صعاب بزاف الحمد لله داز بخير. مشى ليه التليفون راه يعوض الله سبحانه وتعالى خلفو ليه الله. ايوا هادشي اللي كاين. كنتي كتشوف هاد الفيديو خويا عبد السلام تحياتي لك. يلا خوت تبارك الله عليكم خوت. احنا دابا وصلنا لوكاليزاسيون ها هي كاين لداخل السيد هنايا ندخلوا لعندهم هاد ريزيدونس. وقال ماشي هي ما عرفتش برومود نورد. السلام عليكم. برومود نورد برومود نورد الا 23 اف جي جي اف. انا نعيط للسيد الله يحفظك اخو الله يحفظك يا السيد. خو اتصلت بالكليان 5 مرات ما كيجاوبش وعطي داكشي ماشي هو هذاك ما كاتبش كاع ريزيدونس الحديقه كتبغي انا نوريكم اش كاتب انتوما. او برومود نورد 23 اف جي جي اس اف جي عثمان هادشي اللي كاتب الاخوان. ما علينا الا ندخلوا عند الشاط نقولوا ليه راه لوك اليوم ما كيجاوبش. لا نرجعوا عند الشاط هيا ندير لها كوموند. السلام يجاوب من هاد الشاط شو واش يقول لنا نقولو ليه لو كليون ما كيجاوبش خليه يرد علينا وصيفطو ليه هادي. احنا الاخوان بوسكور حيدو محد الباب سيبور باقي ما جاوش. ها هو كوتر نقولو عليها سلام كوتر. خمسة ديال لي زابيل الاخوان لي كنعيط ليه والو شوفو واش يدير معنا السيبور. يلا خليكم معنا الاخوان ما نطولش عليكم باش نشوفو واش يدير معايا السيبور. بالمناسبة هادي بغيت نشكر هاد الدري هذا خالد جيمس على التفاعل ديالو صراحه كاع الفيديوهات كيكومونطي ليا. وهذا السيد هذا خالد موجاد من مكناس تحياتي لك اخويا من الدار البيضاء حتى لمكناس تبارك الله عليك اخويا خالد. هاد جوج دراري ما غاداش ننسى السيبور ديالهم صراحه كيتفاعلوا معايا بزاف كاع الفيديوهات ديالي كنلقى لي كومونتير ديالهم تحياتي لكم الاخوان. بجوجهم سميتهم خالد خالد. انا هادو الخوت اتصلوا بيا نشوفوا على الله. مشغول حاليا نرجو اعاده الاتصال. هو كيقطع علينا اذا كيتفلى واقيلا هذا شي واحد كيتفلى.
خوت هذاك اللي تفلى باهي. اي كوشار قالت لي صافي راه غادي تانيني لا كوموند. لو كليون كيتفلى للاسف كنجسوني عليه حتى في الاخر ولا كيقطع عليا الميسيو ما تقدرش الاخوان. هادشي اللي كاين دوماج. ها هي فوتغ كوموند فوتغ غلوفو ايتي انيلي. دابا هاد لا كوموند لي انيلي ما غاديش ناكلها ما غاديش حتى واحد ما يستافد منها. اليوم جات بالسبت حتى نهار اثنين ان شاء الله نديهم للبيرو. هادشي اللي كاين. هي باقا طالعه ما تحيداتش عرفتش داروا لي كوموند انيلو الشا باقا هنايا خرجوا نعاودو ندخلو. صافي با دو نوفو. ايوا خساره. هاي دابا بقات كوموند عندنا حتى نهار اثنين ان شاء الله ونديالو. عندي دو كوموند عندي وحده البارح انيلي ديال الجمعه وعندي ديال السبت. بالنسبه لي كوموند ديال السبت والحد ديال الجمعه بالليل والسبت والحد كيمشيو حتى نهار اثنين عاد كديهم حيت كيكون البيرو ساد. اما الايامات الاخرى 24 ساعه خصك ديالهم ولا كتزاد عليك هنا في البالونس. ها هي البالونس الدراري الفلوس اللي كنخدموا بها هي هادي شيا. ها هي الاخوان دابا ان شاء الله غادي نمشيو لاقرب وفاكاس نحطو عندهم هاد البالونس ديال الاخوان. ايوا هادشي اللي كاين. يلاه خليكم معنا خوت. حنا دابا جينا لوفاكاس ديال شارع القدس. ها هي ماشي مشكل تجي اي شوف الخوت اي وفاكاش يمكن لك تمشي ليها ماشي غير لا قريبه لك تمشي ليها. ندخلو نوريهم واحد الجيميل كيصيفطوه لينا فيه واحد الكود كيكون في الجيميل غنوري لهم ويقول لينا شحال نعطيو. ها البالونس شحال عندنا فيها 654 درهم. الجيميل راه لا داعي عليه الكشف الاخوان. يلا خليكم معنا. حطينا الامور ها هو الروسي لا داعي للكشف. من هنا الخوت نقول لكم تهلاو ليا فراسكم. اللي عنده شي استفسار يخليه لنا في كومونتير. اللي بغى يعرف شي حاجه يشاركوها معكم في فيديو اخر ان شاء الله. كان معكم الاخوان امين فلوغ. تهلاو ليا فراسكم. الدري هذا سيبورتي ولي جيم ولي لايك والكومونتير ما شاء الله تبقاو دوما تشوفوا مع عندهم جديد اول الناس فهمتي نتعاملوا معاه مسكين. واو ما كاينه غلو ما كاينه غلو. We'll be right back.